هل يجوز تقديم السعي سعي الحج قبل الطواف استدلالا بقوله صلى الله عليه وسلم افعل ولا حرج؟ نعم، وردت رواية سعيت قبل أن أطوف فقال افعل ولا حرج، لكن هذه الرواية شاذة عند أهل العلم، شاذة عند أهل العلم، ولم يعمل بها إلا قليل من العلماء، الجماهير على عدم العمل بها. فلا ينبغي للإنسان أن يتلمس الرخص والأحاديث الغريبة ويطلعها للناس ويفتيبها، ما ينبغي هذا. يحمل الناس على الاحتياط، يحمل الناس على الاحتياط وعلى المشهور وعلى ما عليه عمل المسلمين. الإنسان ما هو الإنسان ما هو مكلف أنه يتحمل الناس يتلمس لهم الرخص والأمور الغريبة. نعم، المناسك كلها، المناسك كلها حتى منسك الشيخ ابن باز رحمه الله كله يقولون إنه يطوف أولا ثم يسعى. في الأخير الشيخ رحمه الله ألحق مسألة السعي قبل الطواف، ألحقها أخيرا في المنسك، ولا طيلة السنين وهو ماشي على ما عليه الجمهور، وكان هذا هو الذي ينبغي. نعم، بناء على هالفتوى صار كثير من الناس ما يروح للكعبة، أول ما يدخل يبدأ من المسعى، يبدأ بالسعي حتى في العمرة، ولا في زحمة ولا في شيء، ما يروح للكعبة أول ما يصل، مع أن المفروض أنه أول ما يصل يروح للكعبة يطوف تحية الكعبة الطواف. هؤلاء لا، يبدون بالسعي، هذا خلاف سنة الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم.